ازيك عامل ايه؟ كل سنة طيبين، رمضان كريم. معاكم سارة سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن تحضيرات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. عن نفسي دي احسن تحضيرات انا بحبها، واحسن فترة انا بحبها في السنة هي الفترة دي، فترة بقى ان هي قبل رمضان اعلق الزينة بقى واحضر نفسي. عملت معاكم قبل كده تحضيرات رمضان في المطبخ، علقت الزينة على المطبخ انا عملت معاكم قبل كده تحضيرات ترابيزه السفره، حطيت عليها مفرش الخياميه بتاعي، وكمان عملت معاكم ترابيزه الانتريه او الركنه او الكورنر، بس انا عندي الريه ضربه فمحبش اقول اتنين ريه جنب بعض. الركنه حطيت الفانوس بتاعي الرهيب الصغير، هبقى اسيب لكم برده الفيديوهات عشان تشوفوها لو عايزين تشوفوها يعني بتمعن. والنهارده بقى هوريكم بقيه التفاصيل اللي انا عملتها في الشقه وبقيه الزينه اللي انا علقتها. انا علقت زينه سيمبل خالص، هاديه جدا، بس اللي يخش الشقه يعرف ان دي تحضيرات رمضان. غير كده انا كنت شاريه مفارش اونلاين بس هي موصلتش فمش مهم، خلاص انا عملت اللي يرضيني وان شاء الله تعجبكم. ويلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. وكده يكون الفيديو بتاعي خلص. علقت زينة رمضان، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون عجبك الزينة. وتابعوني الفيديوهات الجاية، وما تنسيش تعملي لايك وتعملي سبسكرايب. اهلا بيكي، واستنوني الفيديوهات الجاية. يلا باي باي.